بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئاً بدء كنعتذر من رجال الصحافة على ضيق القاعة، لأن أنا تفاجأت بأن تبارك الله عليكم كثرة ديال الحضور، وهذا كينم على أن فريق اتحاد طنجة كيدخل في الصميم ديال الاهتمام ديالكم. بالنسبة للوضعية المادية، لا نخفي عليكم سرا بأن وضعية لحدود ساعته صفر درهم خزينة الفريق. اي نشاط او اي عمل ومصروف يومي اني ديال النادي الا كنقوموا صراحه بمجهودات ذاتيه ديال جميع الاعضاء، كلهم بمساهمته حسب استطاعته كنساهموا ان شاء الله، والامور ماشيه لحدود ساعته الحمد لله، ماشيه بألف خير. حمودان خط احمر وانتهى الكلام، يعني غير قابل للمس، دائما سيظل دائما وابدا من فريق اتحاد طنجه ان شاء الله. نشوفوا محاولات صلح هذه النزاعات الدوليه، مشينا في واحد النسق بقياده الاخ نصر الله، فتحنا واحد الباب ديال محاولات الصلح مع دافيد موكوكو نزامبي وفوزير نصير فوزير نصر السعودي. نعم، مشينا في هذا النسق، لان الا مشينا في هذه المحاولات ديال الصلح غادي نخفوا اعباء ماليه كبيره على النادي ان شاء الله. الافاق ديال اللجنه كنعملوا عمل، هذا العمل هو ارساء اللبنات الاولى ديال واحد فريق تنافسي مستقبلي. حنا كلجنه كنفضلوا الفريق يرجع درجه ويرجع خطوه للوراء من اجل الصعود خطوتين، نزلوا سيكوندا ونطلعوا، ولا نبقاو في واحد العشوائيه في واحد الدوامه دائما مظلمه ومغلقه. الصراحه نعملوا واحد العمل جاد، نخلصوا النيه لله من اجل فريق اتحاد طنجه، ومن كتكون النيه خالصه ربي كيجازي. احنا كلجنه جينا في واحد الظرفيه بان الاحكام اغلب الاحكام دخلت حيز التنفيذ، يعني غادي ناكلوا ضربات موجعه باش نوصلوها للجمهور. دابا حنا والجمهور خصنا نصبروا مع بعضياتنا صراحه، نكونوا شويه يد في يد من اجل باش نلاقيو شويه الضربات. اطار السياسه ديال الانفتاح اللي امنت بها اللجنه منذ توليها الاشراف على السير ديال الفريق، إطار هذه السياسة ارتأت اللجنة تنظيم هذا اللقاء التواصلي من أجل اطلاع أو إطلاع الرأي العام على جميع الخبايا ديال الفريق، كيفية ديال التسيير اللي سيرنا، شنو الآفاق المستقبلية اللي كتنتظر اللجنة. وضعنا الصحافة ولا الجمهور في الصورة العامة ديال النادي، وكما لاحظتوا في الندوة الصحفية كان لقاء مثمر، أسئلة همت مع مختلف الجوانب استطعنا الإجابة ديالها عليها، وكنتمنى نكونوا موفقين في الإجابة عليها. خصوص الرباعي راه عملنا مجموعة ديال الاتصالات، وكوننا واحد الملف إن شاء الله اللي هو في القريب العاجل غادي يكون جاهز أمام الجامعة الملكية، وإن شاء الله كاين الخير غادي نأهلهم إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.